بسم الله الرحمن الرحيم. بهذا الفيديو بنحكي عن طريقة تانية مشان نمنع SQL Injection Attack، اللي هي من خلال Input Validation. هاي الطريقة المفروض نستخدمها لأي Input بيجيني من اليوزر بغض النظر أنا عشان SQL Injection Attack أو غيره من أنواع Attacks المختلفة. هون المفروض أنا بتوقع أن اليوزر المفروض يكتب لي رقم، يكتب لي رقم واحد مثلا عشان يعطي معلومات عن هذا اليوزر. إذا دخل أي شيء غير الرقم المفروض أنه يعطيني Error Message. يعني مثلا جينا كتبنا هون مثلا على سبيل المثال or 1 equal 1 number sign or submit، بود يعطيني error message بقول لي please أو كذا enter an integer number. فلازم نشيك على ال input اللي بيجينا من اليوزر. دائما we should validate the input، نتأكد هل هو من ضمن الفورمات المسموح فيه أو لا. يعني هنا الفكرة بسيطة، من خلال regular expression. regular expression بيسمح لي أحط فورمات معين لل input اللي بتوقعه من اليوزر. أنا فكرة الانبوت جدا بسيطة، إنه لازم يجيني رقم. إذا جانا أي شيء غير الرقم، يعني هاي معناته إذا الانبوت كان بيحتوي على أي كاركتر غير الأرقام من 0 إلى 9، فمعناته رح تصير true، فبهذا الحالة رح يعطيني error message بقول لي enter an integer number. else لو كان كله عبارة عن أرقام، فبهذا الحالة رح يجي ويعمل هنا عملية الانكويري. فإذا طريقة تانية يلي هي من خلال input validation. المفروض انه كل هذه الطرق ناخذها مع بعض ونعمل implementation بالسيستم تبعنا، نغير البيرميشن، نعمل input validation وطرق تانية برضو مختلفة راح احكي عنها بفيديوهات تانية.